صلاة الفريضة لا بد القيام في صلاة الفريضة، لا يصلي جالسا. أما صلاة النافلة يصح أن يصلي جالسا. فبعض الناس يمشي إلى أن يأتي للمسجد ثم يجلس، لا، في الفريضة لا بد يقوم. إلا إذا لا يستطيع القيام بالكلية، أو قام ثم جاء ألم شديد حتى لا يخشع في صلاة نقول اجلس. إذا صلاة الفريضة لابد فيها من القيام، لأن بعض الناس يظن أن الصلاة جالسا جائزة في كل حال. لا، هي ليست في كل حال، في حال خاص.